عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. متواصلين مستمرين بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات التي تنطلق في أشواط متتالية خلال صباح هذا اليوم. الشوط التاسع الذي ينطلق أمام حضراتكم خاصة مشاهدين الأعزاء بالبكار. نسير مع المقدمة في السباق 11 ضمن السباقات التمهيدية التي قدمت من اتحاد سباقات الهجن. نسير لدى المقدمة والمركز الأول شواهين مبارك بن سيف الشدي المنصوري. ننتقل إلى المركز الثاني، وجود أيضا المركز الثاني، هذه أيضا زغرودة لسعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي يقدم انطلاقة وجود هذا الاسم مع المركز الثاني. المركز الثالث هي أيضا نوف عامر بن عزير بن محمد بن عزير الحميري. المركز الرابع هي سيافة عامر بن شطيط بن سويلم النوفلي يتقدم مع المركز الرابع. والمركز الخامس هذه هي أيضا تتواجد كذلك هملولة مبارك بن مطر بن محمد بن حوير بن منصوري يقدم انطلاقة وجود هملولة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي من خلال هذه التحديات المذهلة لوجود هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة أمام حضراتكم في أرضية هذا الميدان. هذه الخمس المراكز الأولى، هذه الأسماء المتقدمة التي تنطلق أمام الجميع لتتواجد أمام حضراتكم بقيادة الشدي الذي يبدأ بمسار هذا الشوط مع شواهين مبارك بن سيف بن محمد الشدي المنصوري. قدم هذه النوعية بسجلات سابقة وبإنجازات سابقة لها. الله، تقود الشوط، تنطلق بمسار رائع بإبداع متميز لدى مقدمة هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق المثير. بينما المركز الثاني بدأ التحرك، بدأ الانطلاق، بدأت الإثارة في هذه اللحظات المميزة. وجود أيضا هنا نوف عامر بن حزير بن محمد بن حزير الحميري يصل في المركز الثاني. غيرت نوف نوف نوف، غيرت إلى المركز الأول. حوار ثنائي على مقدمة هذا الشوط بانفراد شاسع ما بين الثنتين وبقية المراكز. شوف القادمين، شوف المتحركين مع بداية الدخول في أجواء هذا الكيلو والدخول في أجواء الكيلو متر الأخير من خلال هذا الانطلاق المميز. الله الله، بن عزير وكذلك الشدي غير وعاد مع شواهين، عاد مع شواهين إلى مقدمة هذا الشوط لتتواجد بشعار مبارك بن سيف الشدي المنصوري. يأتي مع الصدارة، يعلن بانطلاقة هذا الاسم خلال هذه الانطلاقة. نوف نوف المركز الثاني، عامر بن عزير بن محمد الحميري يتدخل من الجانب الآخر. تبادل ثنائي ما بين الثنتين، تبادل ثنائي ما بين الثنتين. هنا نوف 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 على المركز الأول تتواجد، تنطلق بالصدارة عامر بن عزيز بن محمد الحميري. يأتي مع انطلاقة نوف أسماء قوية قادمة من الصفوف الخلفية. شوف القادمة في المركز الثالث، ارصد لي ارصد لي. تابع أيضا المتحدة سعيد بسيف اللاحق الهاجري، يصل الهاجري ولكن الحميري ما زال. وهناك أيضا أوزان ناصر بن سلطان بن سعيد الغفيلي يتقدم في هذه اللحظات. ولكن شوف شوف القادمة هي المتحدة سعيد بن سيف اللاحق الهاجري، يهاجر بناموس هذا الشوط، يهاجر بناموس هذا الشوط. الله على هذا الإبداع والانطلاق المثير. ومشكور يا كرار، مشكور يا كرار سعيد بن سيف اللاحق الهاجري. المركز الثاني لعامر بن عزيز الحميري، ثالثا كانت أيضا هناك أوزان ناصر بن سلطان بن سعيد الغفيلي، رابعا لمبارك بن سيف الشدي المنصوري، وخامسا كانت ايضا الظبي لسامي بن حمدي بن سالم الدرعي. التوقيت الزمني هو 4 دقائق
و27 ثانية، أربع دقائق 27 ثانية تهانينا والناموس.